السلام عليكم، معك نجمة الإدريسي. أنا كنعاون الوالدة ديالي بعدا في هاد العواشر بالضبط، حيت كتكون الخدمة كثيرة. وكنجي كنعاونها، كنشد ليها لاكيس، كنشد ليها كنعاونها مع الناس. كيجيو الناس كثار معايا، ما حيلتها تخدم، ما حيلتها تشد لاكيس، ما حيلتها يعني ما صراحة أنا ما كنعاونش ماما في العام كامل، يعني كنعاون ماما غير في يامات العواشر مثلا في رمضان. وعاد رمضان تقريبا كنمشي غير مرة ما كنمشيش بزاف لافاك، وديجا دايرة فورماسيون باراليل، هذيك حتى هي ما كنمشيش بزاف، كنمشي يومين في السيمانة. يعني ماماك أولى؟ يعني ماما أولى. نعم صح. بالنسبة للبنيات اللي في اللاج ديالك، أييه ربما كنروحي بحال ما تيرضوش مثلا ماماهم اللي تخدمشي غدا مخرج، شنو الرسالة اللي توجهي ليهم؟ لا بالعكس، الأم ديالي هي الفخر ديالي، وكنفتخر بها قدام كل شيء. انني راني كبرت بهذا الشيء اللي كدير، وكبرت بهذه المهنه هذه اللي كتخدم فيها، راني كبرت فيها وكبرت بها. هي باش كبرت، وهي باش قريت، وهي باش درت بزاف د الحوايج في حياتي الحمد لله. داكشي علاش كنوجه رساله لكاع البنيات اللي والديهم كيخدموا في شي خدمه اللي كيتقاتلوا مع الزمن، مثلا ميناج مثلا بحال هذا الشيء، هذا بالعكس خصهم يفتخروا، لانه هذاك الشيء باش كابرين وداك الشيء باش قاريين، يعني خصهم يكونوا مفتخرين بوالديهم. الادوار، ولكن المهنه خاصك تكون تحبها، الا ما كنتيش تحبها ما غاديش تعتصف فيها، الا ما كنتيش تبغي هاد الحرفه ما غاديش تعتصف فيها، خاصك تخدم فيها بحب، لان مهنه شويه متعبه بزاف، الا ما صبرتيش ليها ما غاديش تخدم، بحكم العافيه والبوطه والوقوف نهار ثلاث نهار كامل ما غاديش تقدر تستمر نهار كامل. ولكن الا ما كنتيش كتبغي هاد الحرفه راه ما غاديش تعتصف فيها. كيف كيكون الصعوبه بالنسبه لك انك خارجه هذه الخدمه؟ الصعوبه هو انك كتخدم نهار كامل، كتخلي وليداتك بوحدهم في الدار، ما هذه هي الصعوبه عندي بزاف انايا، وكتخدم نهار كامل. الكليان ما تيقدروش يتسناو، كيطلع لهم الدم. كاين الكليان تيبغيو يتسناو، عندنا حنا مشكل ان الناس ما تيبغيوش ينتظروا، يبغيو باش ياخذوا سلعه زوينه ما تيبغيوش ينتظروا بزاف. شكون اللي كياخذ شويه الطياب؟ واش الضبوط ولا المسمن ولا الملاوي؟ الملاوي اللي تيبغوا شويه يترخاو ويطيبوا مزيان، هذوك اللي ياخذوا الوقت. والبطبوط حتى هو تيخصو يخمر. تعجن تعجن هو الاول، عاد تلق العجينه تترخى شويه، عاد تعاود عاد تبدا تورق، عاد تبدا تطيب، يعني بزاف المراحل. والناس ما كيعرفوش هاد المراحل هادو اللي كيدوزو منهم، تيبغيوش يصبروا. نعم يعني كيفاش كيكون الاجواء تاع سيدنا رمضان عندك انت الخادم؟ تيكونوا زوينين، رائعين، زوين، كيدوزو بخير، زوينين. نعم الحماس وزوين. وحنا في هاد العصرين من الاخرى اللي بقات العيد الفطر، كيفاش كيكون؟ واش كيتزاد شويه الضغط او القربات الغدائيه؟ لا كيتزاد شويه الضغط، ولكن الحمد لله كيتزاد، خاص تيكون شويه الصبر. ضروري الصبر، خصوصا الثلاث الايام الاخيره من شهر رمضان، ولكن الصبر كيدوز الصبر بالصبر. هل ما كنش الصبر؟ الصبر بزاف. الصبر على ايش مثلا؟ على كل شيء، على الحياه، على الناس، على الوقت، علمتني انني خاصني ننتظر بزاف، خاصني تعلمتني انني خاصني نكون تنتظر مزيان. علاش باقي داوين على مشكل الصبر؟ البنات دروكا ما تيقدروش يصبروا نهار كامل، بغاو الخدمه سوايع محدده، ولكن حنايا خاصنا نصبروا على النهار كامل وعلى الحرفه، خاصهم يتقنوا الحرفه، لا يتقن في الحرفه ما كاينش. لا تعلمت مع واحد السيده، ومن بعد بديت انا واحد السيده بشركاء، عاد عاوتاني انا والوالده ديالي، وطورنا هذا المشروع الحمد لله، اللهم لك الحمد، وتبعونا ناس اخرين كثار معنا في الميدان، والحمد لله كنا الحمد لله بخير وعلى خير. لا الحمد لله كبرت بها وليداتي الحمد لله بخير وعلى خير، وخدموا معايا ناس اخرين نساء، كاين ارملات مطلقات، المهم الحمد لله.
الحمد لله عشنا منا مزيان. مزيانين، كاين الناس اللي عصبيين وكاينين الناس اللي مزيانين، كاينين الناس اللي كيهضروا مزيان كيتعاملوا مزيان، كاينين الناس اللي كيبغي يتخاصم على علاقه بشي حاجه اللي بسيطه بزاف يقدر يتخاصم معاك على قبلها، سختو في رمضان بزاف. الحمد لله على السن ديالي انا كتلقى الشباب ما عارفينش فين بلاصه غادي يحطوا رجليهم، فين غيمشيو، اش غيديروا. كاين اللي صافي كيتخربقوا عليه الافكار، كيولي كيمشي لطريق ماشي مزيانه. هذا الشيء كنشوفوه في الاصدقاء ديالنا وفي كل شيء. وكاين اللي عارف راسو كيفاش، عارف راسو اش كيدير. كاين اللي عارف راسو اش كيدير من صغره، مربي على اساس انه غادي في طريق وحده، عارف يعني عارف الهدف ديالو. كاينين اللي عارفين الهدف ديالهم ولكن واخا هكاك مخربقين. نعم صح، داك الشيء علاش ما كيعرفوش فين يمشيو. الوالده ديالي كنقولها بلي كنبغيها بزاف، وهي اللي عندي في الدنيا كامله وحياتي بلا فيها والو. صافي هادشي اللي كاين. وبعدا واحد الرساله الوالده ديالي حتى هي اللي كافحت معنا واحد الكفاح كبير بزاف، كنشكرها. ويعني دارت على قبلنا بزاف د الحوايج من صغرنا حتى لكبرنا الحمد لله، والله يخليها لينا والله يطول لينا في عمرها يا ربي، والعائله كامله الله يخليهم لينا. وصافي هادشي اللي كاين. الجمهور المغربي شكرا بزاف بزاف. صحافه الدار شكرا لكم بزاف، جيتوا نورتونا. صافي هادشي اللي كاين، شكرا بزاف. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.